بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سوداني مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن التوسل، وهل التوسل برجل صالح ومعروف بصلاحه جائز؟ وكيف كان الهدي النبوي والصحابة في التوسل مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والوسيلة الطاعة، لأنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. سميت وسيلة لأنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. والتوسل المسؤول عنه منه ما هو محرم ومنه ما هو مشروع. توسل المحرم والممنوع أن يتوسل بالأموات، تبسل بالأموات بحجة أنهم رجال صالحون، أو بذوات الأحياء حجة أنهم صالحون. فلا يجوز التوسل بالمخلوقين، إن الله لم يشرع لنا ذلك. فالتوسل بالمخلوقين بذواتهم أو بالموتى هذا أمر محرم، وهو وسيلة إلى الشرك إن لم يكن شركا. فإذا بذل للمتوسل به شيئا من العبادة قد أشرك به، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه عن ذلك وعده شركا، لأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله حيا أو ميتا فقد أشرك الشرك الأكبر. أما إذا اقتصر على أنه يتوسل به من غير أن يصرف له شيئا من العبادة فهذا بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك. وأما التوسل المشروع فهو طلب الدعاء، طلب الدعاء من الحي الحاضر الذي يقدر على الدعاء أن يدعو لك، فهذا أمر جائز، هذا توسل جائز. لأن عمر رضي الله عنه في خلافته لما استسقوا قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء نبينا، فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس، يعني عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا. فقام ودعا الله وهم يؤمنون فسقاهم الله سبحانه وتعالى. كذلك التوسل بالأعمال الصالحة، توسل إلى الله بأعمالك الصالحة، مثل قصة الذين آواهم الغار، طبقت عليهم الصخرة، سدت عليهم الخروج، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فزاحت الصخرة وخرج. واحد توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد ما تمكن منه، تركه خوفا من الله سبحانه وتعالى. الثاني توسل إلى الله ببره بوالديه، وأنه لا يغبق قبلهما أحدا، حتى أولاده الصغار لا يغبقهم، يعني بالحليب، حتى يغبق والديه. فجاء يوما وهما نائمان فكره أن يوقظهما، فأمسك الإناء بيده ووقف عندهما والأطفال يتضاغون عند رجليه، فصبر حتى استيقظ والده فغبقهما برا بهما. والثالث توسل إلى الله بأمانته، استأجر أجيرا فذهب الأجير ولم يأخذ أجرته، وكانت من الغنم، فنماها له وولدها حتى تكاثرت وصارت تملأ الوادي. فجاء الرجل يطلب حقه، قال: خذ ما في هذا الوادي كله لك. قال: تسخر بي يا عبد الله؟ قال: لا أسخر بك، هذا حقك. فساقه ولم يترك منه شيئا. فالله جل وعلا فرج عنهم بهذه التوسلات العظيمة، خرجوا يمشون. كذلك التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته.
صفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، تقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، في الآونة الأخيرة عند الصيدليات والمحلات التجارية الكبيرة عند مدخل الباب هناك جهاز ينادي ويقول اذكر الله أو قل ما شاء الله، وهذه الأذكار فضيلة الشيخ، هذا من التكلفات التي أحدثوها. كون الإنسان هو من نفسه يذكر الله ويتذكر خشية منه ورجاء، هذا أحسن من أنه يعمل على الباب شيء يذكره، هذا يدل على غفلته، وأنه إنما ذكر الله لما أن الباب تحرك بذلك، هذا فيه عدم اهتمام بذكر الله عز وجل. فلا أرى أنا هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قرأت عن حديث شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان صغيرا، ما مدى صحة ذلك مأجورين؟ هذا صحيح، الله جل وعلا قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، سورة الانشراح، وهذا صحيح، وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته، من كراماته صلى الله عليه وسلم، من الإرهاصات، هذا يسمونه إرهاصات، الذي قبل البعثة من خوارق العادات يسمونه إرهاص للبعثة، مثل حادث الفيل، مثل ما يكون له صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من خوارق العادات الطيبة سمى بالإرهاص لبعثته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك شق الصدر له صلى الله عليه وسلم، هو شق حقيقي، وأيضا فيه شق معنوي وهو انشراح الصدر، يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، توسع الصدر لذكر الله ومحبة ذكر الله، هذا انشراح معنوي، والذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم انشراح حسي ومعنوي أيضا. نعم. يقول هذا السائل: في بعض قرى أو البلدان التي لم تصل إليهم الدعوة المحمدية فضيلة الشيخ، ومن مات منهم، ما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه مات على الشرك والكفر وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يكون من أصحاب الفترة الذين يبعثون ثم يرسل إليهم رسول يدعوهم إلى الله، فإن أطاعوه دخلوا الجنة وإن عصوه دخل النار، هؤلاء هم أصحاب الفترة. نعم. سائل آخر يقول: ما الأسباب المعينة على الإخلاص وكذلك الثبات على الدين؟ الأسباب المعينة قوة الإيمان، الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ومرافقة ومجالسة الصالحين، هذه من الأسباب لحياة القلوب ولذكر الله عز وجل، ترك اللهو والغفلة، ترك ما يشغل عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم صلاة الإمام في المسجد بعيدا عن المحراب نظرا لارتفاع درجة الحرارة. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، موقف الإمام يكون قريبا من المأمومين سواء كان في المحراب أو خارج المحراب. نعم. يقول: اشتريت آلة كتب عليها بأنه يوجد بها ملاقط مطلية من الذهب 20 قيراط، هل يجوز لي استخدام هذه الآلة؟ لا يجوز هذا، لا الذهب الخالص ولا الذهب المخلوط مع غيره أو المموه بالذهب، المطلي بالذهب، لا يجوز استعمال الذهب ولا استعمال ما فيه شيء من الذهب للوعيد الوارد في ذلك. نعم. يقول: نحن لنا سنوات عديدة موظفون في مكتب واحد ونحتاج إلى إعانة بعضنا على بعض، فقمنا بعمل جمعية فيما بيننا، كل شهر يستلمها الآخر. إذا كان هذا من باب التعاون ولا يرجع إليكم شيء، تريدون الثواب، جمعية تعاونية تريدون بها الثواب وقضاء حاجة المحتاج، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب. أما إذا كان هذا من باب القرض، تقرضهم هذه المرة ثم هم يقرضونك المرة الثانية وهكذا، هذا قرض جر نفعه وهو قرض مشروط في قرض أيضا، لا يجوز هذا. نعم. رجل لبس الجوربين على وضوء ثم لبس الحذاء وبعدها أراد أن يتوضأ فمسح على الحذاء، ما حكم هذا وهل الصلاة صحيحة؟ نعم، حكم هذا جائز، يمسح على الجوارب وعلى الحذاء الذي لبسه عليهما، لا بأس بذلك، صلاة صحيحة إن شاء الله ما دامت الجوارب ساترة للرجلين. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله
الأسعدي يقول: أقوم ولله الحمد بقراءة الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية وأنوي في ذلك حفظ الأولاد، فهل يكفي ذلك في حفظهم بإذنه تعالى أم لا بد من القراءة عليهم مباشرة؟ هذا من الأسباب، الورد تورد عليك وعلى أولادك وعلى مالك شيء من الورد الطيب الذي يحفظ الله به ما نويته به. نعم. فضيلة الشيخ، هذا أبو عبد الله يقول: الرشوة خطر على الفرد والمجتمع، كيف نحذر الناس من هذا وما الأدلة في ذلك مأجورين؟ من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يقبلها، بل ولعن الرائش وهو الساعي بينهما. واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والرشوة من أكل المال بالباطل. قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الرشوة تضيع الحقوق، الرشوة تنشر الخيانة في المجتمع، الرشوة تهين الطيبين الذين لا يدفعون الرشوة وتقدم الفساق الذين يدفعون الرشوة. الرشوة فيها مخاطر كثيرة، ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم آخذها ومعطيها والساعي فيها، نسأل الله العافية. وهي السحت الذي قال الله جل وعلا في اليهود: كالون للسحت، يعني الرشوة. نعم. السائل ناصر يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هل يعني ذلك بأنه يشرع لي أن أقول بسم الله في كل عمل أقوم به سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العادات؟ كل أمر ذي بال أمر له شأن، أما الأمور العادية والتافهة فلا حاجة إلى بسم الله، إنما هذا في الأمور ذوات البال يبدأ ببسم الله، بالأكل، بالشرب، عند دخول المسجد، عند دخول المنزل. نعم. يقول: إذا صليت جالسا فهل الأفضل أن أومي بالسجود أو الأفضل أن أسجد على الأرض؟ يجب عليك أن تسجد على الأرض إذا كنت تستطيع ذلك، ولا يجزئ الإيماء إلا إذا لم تستطع السجود على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: إذا قلت هذه الأرض الزراعية وقف للفقراء ثم رجعت عن هذا فهل يصح رجوعي؟ إذا كنت نويتها وقفا منجزا في حياتك فلا ترجع، ما يجوز لك الرجوع لأنها خرجت عن ملكك. أما إذا قلت هذه الأرض وقف على الفقراء بعد وفاتي، هذا له حكم الوصية، يأخذ حكم الوصية، لك أن تتراجع عنه قبل الوفاة، وإذا حصلت الوفاة يخرج من الثلث، إذا كان الثلث فأقل ينفذ. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، يقول: أنا إمام مسجد لم يكن عندي مؤذن، فاتصلت على مؤذن مسجد آخر من المساجد يؤذن فيه، فهل يصح لي هذا أم أن هذا داخلا في القياس على البيع على بيع أخيه؟ يؤذن في مسجدين؟ لا، اللي يصلون معك عمد واحد منهم يؤذن، أو أنت أذن، خذ الفضل، فضيلة الأذان. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: أحيانا أذهب إلى المسجد حافيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يأمر بالاحتفاء أحيانا، إلا أن بعض الناس ينتقدوني، فهل أستمر على هذا؟ إذا كانت الأرض فيها خطر وفيها شوك، أو في الوقت الحاضر الزجاج المنتشر والمتناثر في الأرض هذا فيه خطورة، أو الليل فيه مثلا حشرات أو فيه عقارب أو حيات فلا تخرج حافيا، أما إذا كان هذا في النهار والطريق سهل فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: شيخ، بعض المساجد يكثر فيها المصلون ومن المقيمين فيتكلمون فيما بينهم أثناء الخطبة، هل يحق للخطيب يا شيخ أن ينبههم وكيف؟ يجب عليه أن ينكر عليهم، يجب على الخطيب أن ينكر عليهم وينهاهم عن ذلك. نعم. تقول المرأة التي جاءتها العادة الشهرية في أيام عاشوراء وهي صائمة، هل تقضيها فيما بعد؟ لا، هذا صوم تطوع ولا تقضيه، لأنه محله في اليوم العاشر، إذا فات اليوم العاشر فإنه لا يقضى. نعم. تسأل أم سمر عن حكم عمليات التجميل التي تعملها المرأة، وخصوصا في وقتنا الحاضر فضيلة الشيخ كثرت عيادات التجميل، فما ضوابطها مأجوري؟ إذا كان
هناك شين في الجسم أو في الوجه ويزال هذا الشين ويعالج فلا بأس بذلك، هذا من باب العلاج، وتجميل الصورة عن التشوه هذا لا بأس به. أما إذا كان الخلقة سليمة ولا فيه شيء معيب أو شيء يحتاج إلى علاج فلا يجوز هذا التجميل، لأن هذا يعتبر من التصنع، يعتبر من التصنع، وقد يكون فيه وصل محرم، يكون فيه وصل محرم للشعر، يكون فيه أظفار مركبة، يكون فيه مثلا رموش للعينين، كل هذا تزوير ولا يجوز، إنما إزالة العيب الذي في الخلقة وعلاجه حتى يصلح هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ بعض العبارات وقول بعض الناس أنية المؤمن خير من عمله. نعم، الكلام على النية، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليست العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة، نعم صورة العمل على الوجه المشروع مطلوبة لكن ما تكفي، لا بد من النية الخالصة لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث عظيم وميزان للأعمال ما يصلح منها وما لا يصلح، النوع على حسب نية فاعله، ليست العبرة بالصورة الظاهرة فقط، وإنما العبرة بالنية الباطنة في القلب، لا يكون عنده رياء، لا يكون عنده سمعة، لا يكون عنده طمع دنيوي في العبادة. نعم. يقول الشيخ هذا السائل بعض الناس يقول لآخر فلان لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته، هل هذه العبارة شرعية؟ هذه عبارة لا تصلح ولا يجوز التلفظ بها، لأنك تقاطع أخاك بهذا، والمطلوب التواصل بين المسلمين والتعاون بين المسلمين، فلا يصدر هذه القطيعة، لا تصدر من المسلم في حق أخيه. نعم. يقول السائل لي زميل طالب علم وهو فقير، هل أعطيه من الزكاة؟ لا شك هو أولى، إذا كان فقيرا ولا عنده ليس عنده ما يكفيه يعطى من الزكاة، وهذا فيه زيادة عون على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول فضيلة الشيخ عمي ولله الحمد متيسر وعنده أموال، ولكنه يخصص الصدقات والزكوات في رمضان فقط، يعطي الأقارب منها وبعضهم يعطي المحتاجين. نعم، الزكاة لا بد منها في رمضان أو في غيره، لا بد من الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، وأما مصرفها فيعطي الفقير سواء كان من أقاربه أو من غيرهم، يعطي الفقراء والمساكين من أقاربه ومن غيرهم، ولكن أقاربه أولى، لأن الصدقة على القريب المحتاج عن صدقتين، فيها صلة للرحم وفيها صدقة، فله أجران. نعم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل الذي يرى أن العذر بالجهل أصل من أصول الدين ويعتقد أن من خالف في هذه المسألة قد أخطأ من قول السلف أو أم الخلف؟ هذه لفظة استعملها الناس وكثير من الجهال اليوم، العذر بالجهل ما لم يبلغه، ما لم تبلغه الدعوة، ما لم يسمع القرآن، ما قامت عليه الحجة من كتاب الله وسنة رسوله، أما إذا سمع القرآن، سمع الأحاديث، سمع التذكير والخطب، قامت عليه الحجة. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال للأخت أم عائشة تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا لم يكن لها مال؟ يجوز بما جرت به العادة ومن غير إجحاف، إنما هو بإعطاء السائل ونحوه ما يرد مسألته، هذا شيء لا بأس به، يؤذن للمرأة بذلك من مال زوجها والأجر لهما مشترك بينهما. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم لنا. في الختام أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.